عسلامة يا جماعة، مرحبا بكم في السيونس تروى من الفورماسيون متاعنا. اوكي، اليوم باش ان شاء الله باش نشوفوا حاجة جديدة في جافا سكريبت. مازلنا في الكور انتروديكسيون للجافا سكريبت، دونك باش نحاولوا كيما قلنا نفهموا الحاجات البازيك باش نجموا نقدموا. اوكي، اليوم باش نشوفوا ان شاء الله لي تابلو ولا لي نوسيون دو دي تابلو في جافا سكريبت، كيفاش نديكلاري تابلو، كيفاش نخدم اكزاكتومون باللي تابلو. دونك مهم برشا لي مهمين برشا لي تابلو في بقية الفورماسيون تاعنا، لازمنا نركزوا معاهم ونحاولوا نفهموهم بالضبط. اوكي تخي بيان، دونك باش نبداو اول حاجة بالديكلاراسيون تاع التابلو تاعنا بي. دونك باش نجي باغ اكزومبل هنا، باغ اكزومبل انا لهنا في الخدمة تاعي باش نديكلاري تابلو باش نحط فيه لي زيميل مثلا، تابلو باش نحط فيه ليست تاع دي زيميل. اوكي باش نجي لهنا نكتب var كالعادة، دونك باش نديكلاري أي حاجة نعمل var، نكتب اسم التابلو نتاعي ايميلز باغ اكزومبل. اوكي نجي لهنا نعمل كروشي فوالا بوان فيغيل، دونك هكايا أنا توا ديكلاريت التابلو نتاعي. اوكي دونك أنا توا ديكلاريت التابلو نتاعي باش نحط فيه سوا ديزون لي فالور اللي هما باغ اكزومبل لي زيميل. اوكي نجي ما بين الكروشي نتاعي نعمل دوبل اكولاد دوبل فالا. دونك توا ديكلاريت التابلو نتاعي، توا باش نحط فيه لي فالور. دونك انا قلت اللي التابلو هذا ايميلز باش نحط فيه ليست دي زيميل، دونك ليست دي زيميل هما دي شين دو كاركتير. اوكي باش نجي لهنا باش نحط دوبل كوت لهنا باش نكتب الايميل الاول باغ اكزومبل ايميل a@gmail.com مثلا بي، باش نحط فالور جديده ولا ايميل جديده فيرغول لهنا اللي هي فالور اخرى في التابلو نتاعي اللي هي ايميل دو @gmail.com. فلا باش نزيد فالور جديده، دونك نعمل فيرغول كالعاده، ولهنا نجم نحط ايميل @gmail.com. اوكي دونك اكسترا لين لين سي بون، نكمل الليسته نتاع لي زيميل نتاعي. فوالا دونك هذه ديكلاراسيون نتاع التابلو نتاعي. باهي انا تو مثلا باش نحاول نفيشي التابلو هذا، دونك كالعاده نخدم بالكونسول بوان لوغ نتاعي باش نفيشي فيها، باش نفيشي بها لي فاريابل ونحط التابلو اسم التابلو نتاعي اسمه ايميلز. اوكي دونك كالعادة باش نتست الخدمة نتاعي نجي لهنا ونكليكي في وسط ال HTML نتاعي ونعمل open live server باش نشوف الخدمة نتاعي. باهي تخي بيان، كالعادة لهنا دونك باش نحل الكونسول. باهي كونسول ونمشي للكونسول نتاعي. فوالا نرفريش لهنا باش تنحالي الرور. اوكي دونك هذا التابلو نتاعي كونسول لوغ افيشيت لي التابلو هذا، ها هو التابلو فيه ايميل ان ايميل دو ايميل تروا اللي هما لي زيميل اللي في وسط التابلو نتاعي. اوكي بي دونك لاحظتوا لهنا بار ديفو اش عمل هو ايميل ان هذيك عطاها اندي زيرو، ايميل دو عطاها لانديس ان، و ايميل تروا عطاها لانديس دو. فوالا دونك التابلو دونك كل فالور في وسط التابلو نتاعي لهنا دونك عندها لانديس نتاعها، هذه لانديس نتاعها زيرو، هذه لانديس نتاعها ان، وهذه لانديس نتاعها دو. دونك يبدا من زيرو، هذه زيرو، هذه ان، وهذه دو. بار اكزومبل انا تو كان نحب نفيشي هذه الايميل الثاني، دونك نحط اسم التابلو نتاعي ولانديس نتاعو. دونك نجي لهنا باش نعاود الكونسول لوغ على لهنا ونحط لانديس نتاعها دونك اللي هي قلنا ان. دونك ما بين كروشي باش نحط الان اللي هي لانديس نتاع الايميل هذه. اوكي نرجع لهنا فوالا ها هو الايميل الثاني، هذا لافيشاج نتاع التابلو الكل، وهذا لافيشاج جوست نتاع لانديس ان اللي هي في التابلو نتاعي ايميل دو. فوالا نفس الشيء لهنا، اذا كان نحب نفيش الايميل هذا دونك نحط زيرو، دونك يبدا من زيرو يا جماعه. اوكي هذا الايميل ان، وكان نحب زادا الايميل هذا دونك نحط دو. فعلا
هاكا ايميل 3. دونك هذا كانت كيفاش انديكلاري تابلو وكيفاش نفيشي التابلو الكل. دونك جست نحط له اسمه. والا اذا كان نحب على كاز معينه من التابلو دونك نعطي الانديس نتاع الكاز هذيك ب. دونك لهنا الحاجه الاخرى لهنا في التابلو نتاعي انه سوا ديزون نجم نجي لهنا var par exemple باش نعاود نديكلاري تابلو اخر باش نحطو mixed ولا باش نسميه user. ده شنو نحط فيه التابلو هذايا؟ باش نحط فيه لي زيتيليزاتور و لي زيميل. دونك لاحظ معايا نجم نحط لهنا par exemple احمد اوكي فيرغول الايميل بتاع احمد @gmail.com اوكي ونجي لهنا نعمل فيرغول واحده اخرى ونحط بار اكزومبل نومرو احمد فلا. دونك التابلو نتاعي شنو فيه؟ فيه شين دو كاركتير اللي هي الاولى وشين اخرى ولهنا اونتي والا نمبر. دونك لهنا التابلو نتاعي ينجم يكون فيه دي شين دو كاركتير وينجم يكون فيه زاده دي شين دو كاركتير ودي زونتي واي تيب دو دوني موجود في الجافا سكريبت. دونك نجم نحطه في التابلو. دونك التابلو نتاعي مش بشرط يكون لي فالور اللي في وسط الكل عندهم نفس التيب، نجم نحط فيه لي ديفيرون تيب في وسط نفس التابلو، نجم نحط لي ديفيرون تيب هذوك. اوكي نجم نزيد لهنا مثلا نجي لهنا ونعمل فاليو اترو اللي هو التيب نتاعو بولين. نجم نعمل فيرغول واحده اخرى بار اكزومبل نحط 2.5 ولا 2.8 اكسترا. دونك نجم نحط فيه دي فالور ميلونجي معناها مخلطين، مش بشرط هي يكونوا كلهم دي شاندو كاركتير. ونجم لهنا زاد بار اكزومبل نحط كاركتير بركه اللي هو بار اكزومبل ا اكسترا. دونك التابلو نتاعي لهنا ينجم نحطوا فيه برشا حاجات، مش لازم نفس التيب دو دوني موجوده في التابلو الكل. بي دونك كالعاده لهنا كيما قلت لكم باش نفيشي بار اكزومبل الا هادي شنو نعمل؟ دونك نجي لهنا كونسول بوان لوغ ونحط اسم التابلو نتاعي اللي هو بار اكزومبل يوزر. اوكي نجي لهنا ونجم نحب نفيشي الا هادي. دونك 0 1 2 3 4 5 فوالا يوزر 2 5. نرجع لهنا فوالا هاكا الكاركتير ا نتاعي. نفس الشيء اذا كان نحب نفيشي هذا دونك هذه 5 4 3 2 فلا هاكا النيميرو ب. بما انه قلنا اللي اي دونك اي اليمون في وسط التابلو نتاعنا نجم يكون معناها اي تيب من اللي تيب اللي شفناهم. دونك ليليمون مثلا هذا ينجم يكون في حد ذاته يا اما شان، ينجم زادا ينجم يكون تابلو. دونك هكاكا يولي تابلو في وسط تابلو. باه نجي لهنا بار اكزومبل باش نقول له فار بار اكزومبل يوزرز ايميل. اوكي تابلو نتاعنا شنو فيه هذا؟ فيه هو تابلو كله. باه لانديس الاولى نتاع التابلو شنو فيها؟ فيها تابلو فيرغول. لانديس الثانية نتاع التابلو فيها تابلو اخر. باه ناخذ التابلو الاول هذا مثلا باش نقولو لهنا دونك فيه الاسم احمد فيرغول ليميل اللي هو بار اكزومبل احمد ات جيميل .com وفيه زادة بار اكزومبل النومرو نتاع احمد. اوكي والليني الثاني ولا الليمو الثانية نتاعنا شنو فيها؟ فيها يوزر اخر اللي اسمه مثلا علي، ولنا عندي الايميل نتاع علي @gmail.com. والانديس الثالثة فيها عندي ستانية بليتو فيها نمرو علي بار اكزومبل اوكي. دونك شو ولا عنا لهنا؟ ولا عنا تابلو اللي هو يوزر ايميل هو هذا الكل. في كل انديس نتاع التابلو هذاك فما تابلو اخر اوكي، عبارة ولات عندي ماتريس مش تابلو.
بيه دونك لهنايا كيفاش باش نكسيدي انا لل باغ اكزومبل هذه احمد كيفاش نكسيدي لها؟ دونك ساهله برشا، نجي لهنا كونسول بوان لوك اوكي ب نبدا بالحاجه بالحاجه. دونك باش نكسيدي الساعه للليمو هذا الكل، دونك نكتب اسم التابلو نتاعي يوزر ايميل اوكي دو دو شنو دو زيرو، هذا الكل التابل هذا الكل هو الانديس نتاعو زيرو، والتابل هذا الكل الانديس نتاعو ان اوكي. دونك هذا الكل هو الانديس نتاعو قلنا زيرو، دونك هذا و بيدو زادا تابلو الانديس زيرو هذاك الكل تابلو. دونك باش نعمل كروشي وحيد اخرين، وهذه هي الانديس زيرو وهذه ان وهذه دو. دونك كان حاب نافيشي هذه، دونك دو زيرو يوزر ايميل دو زيرو دو زيرو زاد، دونك يوزر ايميل دو زيرو هذا الكل دو زيرو اللي هو اللي ليمون هذاك احمد. اوكي باه شوفوا اسكو صحيح ولا غلط، نرجع لها فوالا احمد ب. اذا كان نحب نفيشي مثلا نمرو، دونك هذا الكل زيرو قلنا هذا يقفل هنا زيرو حتى الاول فيرجول زيرو، وهذه النمرو هو زيرو ا دو، دونك لهنا في الوحده الثانيه باش تولي دو، دونك عباره ماتريس فوالا وهذاك النمرو ب. توا هذه كيفاش نكسيدي لها؟ دونك هذه هي اليوزر ايميل دو، هذه زيرو كلها وهذه ا، دونك هذه تولي ان اوكي، وعلي هذه هي الزيرو نتاع الان، دونك زيرو لهنا فلا نرجع لهنا فلا علي فلا. دونك كنحب نكسيدي على نمروه، دونك يوزر ايميل دو ان دو دو زيرو ان دو فلا، دونك النمرو نتاعو فلا. دونك هذا كان التابلو، هذا الاول هو تابلو، دونك تابلو سامبل فيه دي دوني وكهو. هذا التابلو اللي يبدا فيه تابلو في وسطو دي تابلو اخرين يتسمى نستد اري، دونك الاولى هي الاري والثانيه ابارتير من هنا التابلو اللي فيه دي تابلو يتسمى نستد اري. ب انا توا باش نحاول نفيشي التاي نتاع التابلو، معناها قداش فيه من اللي مو التابلو هذا، باش نبدا بالتابلو الاول هذا نتاعي اللي هو هذا، باش نحاول نشوف قداش فيه من إليمون. نتفكروا احنا بالنسبة للشاندو كاركتير التايم تاع الشاندو كاركتير هو اللانف، باش نحاول نشوف اسكو اللانف لهنا تمشي زادة على اللي تابلو لا. دونك كونسول بوان لونغ لا تاي دي تابلو ايميلز اسم التابلو ايجال، باش نعمل بليس لهنا للكونكاتيناسيون ب. كيفاش قلنا احنا اللانف تخدم بالنسبه لشاندو كاركتير؟ قلنا اسم الشان، دونك لهنا باش نعطيو سوا ديزون تابلو، هو مش شان هذيك الايميلز ماهوش شاندو كاركتير، اما احنا باش ناخذ الكونسيبت تاع الشان ايميلز بوان لانف باش نشوفو اسكو فما لانف ولا ب. دونك نورمالمون شنو يافيشينا قداش فيه من ليمون؟ فيه ان دو تروازي ليمون اوكي. كونسول بوان لوغ لشان اوكي ب فوالا، ركزوا معايا لا تاي دو تابلو ايميلز 3، دونك الفونكسيون لاف صحيحه تمشي زاده بالنسبه للي تابلو اوكي. توا شنو باش نعمل؟ انا توا باش نشوف اليوزر ايميل هذا باش نحاول نفيشي له التاي نتاعو اوكي. دونك كونسول بوان لوغ يوزر ايميل بوان لاف اوكي، ولهنا باش نقول له لا تاي دو تابلو يوزر ايميل اقل، لهنا عندي بلس فوالا اوكي. نجي لهنا لا تاي دو يوزر ايميل اي دو، علاش تاو اليوزر ايميل تايم تاعو دو؟ فلا دونك عندي ها هو اليوزر ايميل، هو تابلو اليوزر ايميل، هذا ليليمون الاول نتاع التابلو وهذا ليليمون الثاني ب. دونك هذه بما انها تابلو، دونك هذه اللي هي قلنا يوزر ايميل دو ان بليتو دي زيرو اللي هو الانديس الاول نتاع التابلو،
هو تابلو هكا ولا دونك نورمالمون نجمو نعملو هكا ايميل كروشي دو زيرو لانديس لا ولا اللي في التابلو هذا يوزر ايميل اللي هي التيب نتاعها تابلو طلع لي اللانث نتاعها دونك نورمالمون لهنا باش يعطيني 3 فوالا جي لهنا 3 ونفس الشيء كان نقول له اعطيني التايم تاع لانديس الثانيه اللي هي 1 دونك نورمالمون باش يعطيني زاده 3 اهي كان بار اكزومبل انا نزيد لهنا في التابلو نتاعي var true مثلا دونك باش يعطيني المره هذه 4 فلا تاي ايجال 4 فلا دونك هذا كيفاش نطلع التاي نتاع التابلو نتاعي كيفاش نطلع التاي نتاع ان تابلو ب اوكي دونك اي فاريابل تيب نتاعو تابلو نجم نطلع له التاي نتاعو بالفونكسيون لانف ب انا شنو نعمل توا بار اكزومبل باش نزيد اليمون في وسط التابلو نتاعي اللي هو باش نزيد ايميل اخر انا ايميلز هذايا باش نزيدو اليمون اخر دونك باش يولي عندي فيه 4 اليمون شنو نعمل لهنا سهله برشا باش نجي لهنا باش نقول له عندي فونكسيون بري ديفيني تعمل لي الشيء هذا دونك باش نقول له ايميلز اوكي اسم التابلو نتاعي بوان بوش فوالا ونعطيه شنو هو الفالور اللي باش نحطها شنو هو الفالور باش نزيدها باش نزيد ايميل كات ات جيميل دونك فوالا هذه دونك الايميل اللي باش نزيدو وباش نعمل فونكسيون بوش باش تزيدني الايميل هذا في وسط التابلو هذا توا وين باش تزيدني الفونكسيون بوش هذه وين باش تزيدني بالضبط الايميل باش تزيدولي في الاخر دونك لهنا وباش نتاكدوا اللي هي زادتنا في الاخر باش نعملوا لافيشاج نتاع التابلو ايميل هذاك جست من بعد ما نعمل البوش اوكي هذه البوش باش تزيدني الايميل كات وهذه باش تفيشي لي التابلو اللي فيه لي زيميل اوكي نرجع لهنا فوالا ها هو التابلو نتاعي فيه ال1 ال2 ال3 والكات اللي زدتها بالبوش دونك الميثود بوش شنو تعمل تزيدنا اليمونز في وسط التابلو نتاعي وتحطهم من الاخر دونك ديما تزيد من الاخر هذيك ليوتيليتي والا الحاجه اللي تعطيها لي الفونكسيون بوش دونك الفونكسيون بوش هذه تخدم على لي تابلو شنو تعمل دونك تزيدني اليمون من الاخر اوكي هذه البوش ب انا توا نحب ليليمون هذا اللي نحيته اللي زدته ليليمون كات هذا نحيه دونك اللي هو ما هو ولا الاخراني هو دونك باش نستعمل زاده ميثود اخرى اسمها لهنا شنو نعمل ايميلز بوان بوب دونك بوب ما نعطيه حد شيء في البارونتيز ما نعطيه حد شيء دونك شنو نعمل هذه افاسي لا لو dernier élément du tableau donc هذه باش تفسخ لي اخر اليمون موجود في التابلو اللي هو شنو اخر اليمون اللي هو ليليمون اللي زدناه هذاك ايميل كات باش نحيه لي من التابلو باش نتاكدوا دونك لهنا console.log لهنا ونعاود نفيشي ليميل هنا فلا نرجع لهنا فلا هذا التابلو نتاعي كي عملت له البوش بليتو قبل اي فلا هذا كي عملت له البوش هو دونك ايميل 1 2 3 4 ولهنا الثاني بعد ما نحيت له بالبوب فلا هكا تابلو نتاعي très bien donc البوش ني تعمل تزيدني اليمون في اخر التابلو والبوب تنحي لي اخر اليمون حطيته في وسط التابلو نتاعي ب وبالطبيعة لهنا ثم دي زوتر ميثود بالنسبه للي تابلو دونك باش نشوفوهم ان شاء الله ماناش باش نشوفوهم الكل توا باش نشوفوهم ان شاء الله كي نقدموا في الخدمه والكل دونك باش نشوفوا لي ميثود الاخرين اذا كان انت سوا ديزون تحب تعرف وتحب تشوف بقيت لي ميثود وتجربهم اكسترا وتفهم كل ميثود شنو تعمل دونك سهله برشا بتجي لهنا فما سيت ديجا اسمه دبل في 3 سكول اوكي دبل في 3 سكول.com ديجا فيه برشا حاجات وبرمي الحاجات هذوما فما الجافا سكريبت دونك باش تمشي تيتوريالز لهنا وباش تختار الجافا سكريبت اوكي فوالا جافا سكريبت
ولهنا على اليسار دونك باش تلقى لي شابيتر نتاعك، وبارمي لي شابيتر فما اللي شفناهم فما مازلنا ما شفناهمش. دونك جوست تمشي الريز، فوالا هذه الريز. دونك فاهم كيفاش تعمل تابلو اكسيتيرا كيما اللي شفناه الشيء اللي شفناه. وهذوما الاري ميثودز اللي هما لي ميثود اللي تنجم تستعملهم على الري كيما شفنا البوش والا البوب. ب توا باش نرجع لهنا ب دونك انا توا باش نعمل تابلو دونك باش نسميه بار اكزومبل فار تي. التي هذا شنو باش نحط فيه بار اكزومبل؟ باش نحط فيه بانان بار اكزومبل ابل اوكي اورانج. ب التابلو نتاعي هذا نحب نفي شيء في الاوردر. اش معناها؟ معناها نحب ننظم انا باللي زالفة بي. دونك باش يجوني الكلمات باللي زالفة بي، معناها ابل بانانا واورانج. اورانج مكتوبه بالغلط. دونك هنا باش ننظمو بالالفابي. اوكي بي. دونك لهنا فما ميثود باش تنظم لي لي تابلو هذوما. دونك باش تعمل لي تري بالالفابي اللي اسمها دونك اسمها سورت. دونك باش نجي هنا console.log اسم التابلو نتاعي t.sort. اوكي هذه الميثود اسمها سورت باش تنظم لي التابلو نتاعي. باهي كان في شي توا فلا ها هو التابلو نتاعي ابل بانانا اورانج. فلا نظمتهم لي بالالفابي الا الاولى البي من بعدها والاو من بعد. ب دونك انا توا بار اكزومبل باش نحاول نعمل تابلو اخر اسمه نمبرز باش نحط فيه اعداد سوا ديزون زيرو ان بار اكزومبل فيرغول موان نوف فيرغول دو موان نوف لهنا فيرغول دو فيرغول ديس لهنا دالا. وباش نحاول نفي شيء وننظمو هذايا في الاوردر كرواسون كالعادة دونك كونسول بوان لوك نورمالمون وباش نستعملو نمبرز بوان سورت اللي هي نفس الفونكسيون هذيكا. اوكي نفس الفونكسيون اللي عملناها الفوق باش نضمن التابلو. باهي نشوفو توا فوالا. دونك صارت مشكلة اللي هي شنيا نظم لي شوية أعداد والأخرين ما نظمهمش. دونك موان نوف زيرو ان ديس و دو حتى في الاخر بورتون الديس اكبر من دو. باهي دونك المشكلة هذي دونك باش ننظمو اعداد كذا كان يبدا التابلو نتاعك كله اعداد وباش تحاول تنظمهم دونك الفونكسيون هذيك سورت باش تزيدها الترانش الصغيرة هذيا باش تزيدها فانكشن اوكي ا فيرغول بي وباش نعملو هكايا ريتيرن A موان بي. فعلا دونك هذا باش تعمل السورت اذا كان يبدا عندك التابلو نتاعك كله ديزونتي باش تعملهم التري. دونك لازم تكتب هكا مش سورت وحدها. دونك باش تكتب سورت في وسط السورت فما فانكشن تعدي لها بارامتر A و B وتعمل ريتيرن A موان بي. فعلا تجي لهنا هاكا تنظم التابلو نتاعك موان 9 0 1 2 اي 10 بي. دونك دونك جست هكا حطيت رمارك هذه حكايه السورت بالنسبه لليزونتي كي يبدا عندك تابلو كله ديزونتي. دونك كي باش تعمل عليه السورت راهو مش باش يمشي لازم ترانش هذيك. دونك فسروه ان شاء الله علاش هذيا به خاطر ريال مو احنا لتما شفناش لي فونكسيون ولتما شفناش برشا حاجات في الجافا سكريبت دونك ما نجموش نحكيو عليه ما بين الفينومين هذا. به بور لو مومون دونك قلنا باش ننظمو التابلو نتاعنا بالالفابي نستعملو السورت وباش ننظمو سوا ديزون بال اذا كان يبدا عندنا التابلو نتاعنا الكل ديزونتي دونك نخدمو السورت والفانكشنز هذيا اللي لازم منها. ب توا اذا كان باش نقلب التابلو نتاعي نردو في الاوردر ما خاطر توا كي عملنا تي بوان سيرش شنو صار؟ جاب لنا في الاوردر كرواسون دونك ينظم من الصغير للكبير. ب اذا كان انا نحب نقلب الاوردر ونردو من الاوردر دي كرواسون دونك ننظم من بعد نعمل فونكسيون ريفرس. دونك باش نجي لهنا اسمها تي
باش نعمل هيك تي بوان سورت اوكي من بعد تي بوان ريفرس فلا ميثود اسمها ريفرس عبارة باش تقلب لي التابلو اوكي دونك باش ننظم بالالفابي ابل بانانا اورانج ومن بعد يعمل ريفرس باش يقلبهم فلا فلا كتولي اورانج بانانا ابل فلا دونك هذا كان فيما يخص لي تابلو دونك شفنا كيفاش نديكلارو تابلو كيفاش نكسيدو ليليمون في وسط التابلو تاعنا وشفنا النستد اري اللي هما لي ماتريس كيفاش نزيدو تابلو في وسط التابلو اكسيترا دونك وشفنا بعد كيفاش نعملو تري وشنو هما شويه ميثودات على لي تابلو وهذا هو المطلوب دونك بالنسبه للي تابلو فوالا دونك هذه هي السيونس بتاع لي تابلو نشوفكم ان شاء الله في السيونس الجايه كالعاده فما اكزرسيس افير نحاولوا فيه وادمان ان شاء الله.